الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك لكم في هذه الليالي الفاضلة، وأن يستجيب دعواتكم، وأن يحقق مأمولكم، كما أسأله جل وعلا أن يغفر لكم وأن يرفع منازلكم وأن يرضى عنكم رضا لا يسخط بعده أبدا. فبعد أن أكملنا تفسير سورة يونس، لعلنا أن نبتدئ من اليوم بإذن الله جل وعلا في تفسير سورة التوبة. وسورة التوبة سورة عظيمة نزلت في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نزلت كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل أبا بكر ليحج بالناس. ولما نزلت هذه السورة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك من أجل أن يكون هذا البلاغ الذي ورد في هذه السورة على لسان واحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون هذا من أسباب قبول الناس لها، وليكون على طريقة الناس فيما يتعلق بإرسال الإنسان لبعض أهل بيته بالرسالة المهمة. وهذه السورة قد تضمنت أن هناك بلاغ أن هناك بلاغا عاما للخلق والناس أجمعين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كان الناس على طرائق اعتادوها في زمانهم، ومن ذلك أن المشركين كانوا يحجون البيت، ولذا كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن تركهم حتى السنة العاشرة، وبعد ذلك منعهم من الحج. وهكذا كان الناس في الجاهلية يطوفون بالبيت وهم عراة، فلما نزلت هذه السورة منع النبي صلى الله عليه وسلم الناس من أن يطوفوا بالبيت إلا أن يكونوا بلباسهم. وحينئذ نعلم ما كان من البلاغ العام الذي اشتملت عليه هذه السورة العظيمة سورة التوبة. ومعنا في هذه السورة العظيمة شيء من الأحكام التي اشتملت عليها هذه السورة، فلعلنا أن نتقرب إلى الله جل وعلا بقراءة آيات من أوائل هذه السورة سورة التوبة، لعل الله جل وعلا أن يفتح لنا شيئا مما اشتملت عليه هذه السورة. وهي في أولها خطاب للمشركين، وفي ثناياها كشف وتوضيح لأحوال المنافقين، حتى أن هذه السورة سميت سورة الفاضحة لما اشتملت عليه من بيان أوصافهم. فلعلنا أن نقرأ شيئا من أوائل هذه السورة بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ذكر الله جل وعلا في هذه السورة أحوال المشركين وأنهم على ثلاثة أحوال. القسم الأول من كان له عهد وميثاق واتفاقية صلح معه لمدة أربعة أشهر فأقل بأن تمد مدة العهد معهم إلى أربعة أشهر. والقسم الثاني من عنده معاهدة مطلقة غير محددة المدة فحينئذ تؤقت تلك المعاهدة بأربعة أشهر من يوم تلاوة هذا البيان في يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. والقسم الثالث من المشركين الذين لهم عهد من لهم عهد مؤقت بأكثر من أربعة أشهر أن يحافظ على العهد معهم وألا يتم نقض هذا العهد حتى تنتهي المدة التي تم العهد معهم فيها. فانظر إلى هذه الأصناف الثلاثة المذكورة في هذه الآية، فقال تعالى براءة يعني هذا نداء ومخالصة وتوضيح للعلاقة التي بين المسلمين وبين الذين عاهدوهم من المشركين. ما هي بنود هذه الاتفاقية؟
أن من كان عهده أقل من 4 أشهر أو كان عهده بلا مدة ولا تحديد وقت فله أن يسيح في الأرض وأن يدخل بلاد أهل الإسلام بلا عهد ولا أمان لمدة 4 أشهر. تكون هذه الأشهر 4 من 10 من ذي الحجة إلى شهر ربيع، إلى 10 من شهر ربيع. ولذا قال فسيحوا في الأرض، أي تنقلوا فيها بدون أن نسائلكم ولا نؤاخذكم ولا نعترض طريقكم لمدة 4 أشهر، فقد أذنا لكم في ذلك. واعلموا أنكم غير معجز الله، فالله قادر على المشركين كما أنه قادر على جميع الخلق أجمعين. ثم جاء بحكم إلهي وسنة كونية بأن الله مخزي الكافرين، أي سيلحق بهم الخزي والندامة في الدنيا، إذ إنهم خلقوا لعبادة الله، والله هو الذي أوجدهم من العدم ليعبدوه، فإذا لم يقوموا بالمهمة والهدف الذي خلقوا من أجله فليتحملوا النتيجة التي يقدرها الله عليهم، إذ من لم يحقق الهدف الذي أوجد من أجله فليتحمل النتائج غير المرضية في ذلك. ثم قال وأذان، أي إعلان واضح يتم إعلانه بصوت عال تسمعه الأذان، وهذا من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وهو يوم عيد النحر، اليوم 10 من ذي الحجة، أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني أن العهود والاتفاقيات السابقة فإن الله بريء منها، فحينئذ نعلم بأن هذه الاتفاقيات المطلقة غير المحددة غير ملزمة بعد هذه 4 أشهر. فثم قال فإن تبتم بأن تركتم الشرك والكفر ودخلتم في دين الإسلام فهو خير لكم في الدنيا والآخرة، تكون لكم العواقب الحميدة. وإن توليتم، أي أعرضتم ولم تقبلوا، فاعلموا أنكم غير معجز الله، فالله قادر عليكم، قادر على إنزال العقوبات بكم. وحينئذ جاءت البشارة بالعذاب، فقال وبشر، أي أنذر وخوف الذين كفروا من العذاب الأليم، أي المؤلم الشديد، سواء في الدنيا بالخزي والهزيمة والندامة أو في الآخرة. ثم استثنى ممن توجه لهم البراءة، فقال إلا الذين عاهدتم من المشركين، يعني بعهد محدد مؤقت بمدة، فإنه يلزم أهل الإسلام أن يلتزموا بذلك العهد طول المدة التي تم الاتفاق عليها، بشرط ألا ينقضوا ذلك العهد. فقال إلا الذين عاهدتم، أي أجريتم بينكم وبينهم اتفاقية صلح من المشركين، ثم لم ينقصوكم شيئا، أي أتموا العهد الذي بينكم وبينهم
ووفوا به تمام الإيفاء ولم يظهروا عليكم أحدا، أي لم يساعدوا ويعاونوا أحدا عليكم، فهؤلاء أتموا إليهم عهدهم، أي حافظوا على الاتفاقية والصلح الذي بينكم وبينهم إلى مدتهم، أي إلى المدة التي وجدت في تلك الاتفاقية. فإن الله يحب المتقين الذين يلتزمون بأوامر الله وبدينه وبالعهد الذي عاهدوه. وكأنه يشير في هذا إلى ما فعلته قريش، فإن قريشا اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة في صلح الحديبية، وكان من بنود الصلح أن تترك الحرب 10 سنوات، وكان من بنود الصلح أن من أراد أن يدخل في صلح محمد دخل، فدخلت قبيلة خزاعة، وأن من أراد أن يدخل في صلح قريش دخل، فدخلت قبيلة بكر في صلح قريش. وكان بين قبيلة خزاعة وقبيلة بكر ثارات في الجاهلية، فحينئذ توقفت خزاعة عن غزو بكر بهذه الاتفاقية التي عقدت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، ولكن بكرا غدرت وذهبت إلى قريش وأخبرتهم بأنهم سيغزون خزاعة، فأمدتهم قريش بالسلاح وشارك معهم بعض الرجال، فجاءوا إلى خزاعة وهم يصلون وهم على ماء يقال له الوتير، فقتلوا منهم خلقا كثيرا، فجاء مندوب خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعلت بكر بخزاعة وما فعلته قريش من نصرة بكر في ذلك. فحينئذ تجهز النبي صلى الله عليه وسلم وقال مقولته الشهيرة: نصرت يا نصر بن سالم. فهيأ النبي صلى الله عليه وسلم الجيش إلى مكة فغزاهم وفتح مكة في رمضان من السنة العاشرة من السنة الثامنة في 17 منها، وكان هذا نصرا مؤزرا، نصر الله به نبيه وهزم به الأحزاب، وكان هذا سبب من أسباب انتشار دين الله جل وعلا. ثم قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي شهر ذو القعدة وشهر ذي الحجة وشهر المحرم وشهر رجب الذي بين جمادى وشعبان. قال: فاقتلوا المشركين، أي ليكن بينكم وبينهم القتال من أجل إبعاد من يصد الناس عن الدخول في دين الله حيث وجدتموهم، أي في أي مكان لقيتموهم فيه، وخذوهم، أي إما بالأخذ بالأسر وإما بالمقاتلة، واحصروهم، أي ضيقوا عليهم أمكنتهم، واقعدوا، أي ارصدوا وشاهدوا تحركاتهم ورتبوا أموركم بناء على ذلك. ثم قال: فإن تابوا، أي تركوا الشرك والكفر ودخلوا في دين الإسلام وأقاموا الصلاة بأن حافظوا عليها بشروطها
وأركانها وواجباتها وأدوها في أوقاتها وآتوا الزكاة أي دفعوها، فحينئذ خلوا سبيلهم أي لا تتعرضوا لهم ولا تقاتلوهم، إن الله غفور رحيم يتجاوز عنهم ما فعلوه قبل دخولهم في دين الإسلام. ثم ذكر أمرا خاصا، وهو إذا جاء أحد من المشركين وطلب منكم أن تؤمنوه فأمنوه، ولذا قال وإن أحد من المشركين أي إذا قدر تقدم أحد من المشركين لطلب الأمان منك استجارك أي طلب أن يكون في جوارك وأمانك فأجره أي أمنه وأبعد عنه كل ما يؤذيه حتى يسمع كلام الله، أي من أجل أن يتأمل في دعوة الحق ويسمع كلام رب العزة والجلال في القرآن العظيم. ثم أبلغه مأمنه أي أوصله إلى المكان الذي يأمن فيه من أن يصاب بشيء من الأذى، وذلك من أجل أن تفتح الطريق لأذهانهم ليسمعوا دعوة الحق، فيكون هذا إما لزيادة أجر أهل الإيمان بدعوة هؤلاء المشركين لله، وليكون هذا سببا من أسباب دخولهم في دين الله، أو على الأقل لإقامة الحجة عليهم إبراء لذمة أهل الإيمان، فإن هؤلاء المشركين قوم لا يعلمون. فهذه آيات عظيمة فيها أحكام كثيرة متعددة، فمن تلك الأحكام وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق التي تكون بين أهل الإسلام وبين غيرهم من أهل الديانات الأخرى. وفي هذه الآيات أن ما يعقده الإمام الأعظم من العقود والاتفاقيات يلزم رعيته، ويجب عليهم أن يلتزموا بها. وفي هذه الآيات إمهال المعارضين والمعاندين ما يكون سببا لإعادتهم التفكير والرأي في أمورهم. وفي هذه الآيات التنويه بيوم النحر يوم الحج الأكبر، وقيل عنه هذا الاسم لأنه تعمل فيه أغلب أعمال الحج، ففي ذلك اليوم ترمى جمرة العقبة، وفي ذلك اليوم يذبح الهدي، وفي ذلك اليوم يحلق أو يقصر، وفي ذلك اليوم يطاف طواف الإفاضة، ومن لم يسعى سعى في ذلك اليوم، وفي ذلك اليوم يبقى الناس في منى لأداء بقية مناسكهم، ولذا سمي يوم الحج الأكبر. وفي هذا دلالة على مشروعية أن يكون هناك خطبة عامة في ذلك اليوم لعموم المسلمين، يتولاها من يقيم الحج للناس من الولاة. وفي هذه الآيات عرض التوبة والدخول في دين الإسلام للمشركين، وبيان أنهم متى دخلوا غفر لهم ما مضى من أعمالهم، ويتجاوز الله عن سابق سيئاتهم، ويكون هذا من أسباب أمانهم، واعتبار أهل الإسلام لهم إخوة يناصرونهم
ويؤيدونهم. وفي هذه الآيات التذكير بقدرة الله جل وعلا على الخلق، فلا يهولنك ما لدى غير المسلمين من قوى، فإنها لا تخرج عن قدرة الله سبحانه وتعالى، فهو قادر عليهم. ولا يعني هذا أن يترك الإنسان الأسباب المؤدية إلى الأمن من مكرهم وسوئهم وغزوهم لأهل الإسلام. وفي هذه الآيات تذكير أهل الإيمان بقدرة رب العزة والجلال وقوته جل وعلا، فإنه لا يعاجزه أحد من الخلق. وفي هذه الآيات وجوب الوفاء بالعهود المؤقتة التي تكون مع المشركين، فالاتفاقيات وعقود الصلح المؤقتة بوقت يجب الالتزام بها، ويحرم على المسلمين أن يغدروا فيها، فإن الغدر فيها من الأمور المحرمة، إلا أن يكون هناك سبب من المشركين بأن يكونوا قد غدروا وخانوا، كما قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وفي هذه الآيات وجوب احترام الاتفاقيات وما فيها من البنود، بحيث يتأمل في معانيها ودلالاتها ويلتزم بها في صغيرها وكبيرها. وفي هذه الآيات من الفوائد تقدير الأشهر الحرم ووجوب الكف عن القتال فيها، إلا أن يكون هناك سبب يستدعي ذلك كمجابهة الأعداء أو ما قد يفعلونه من شر وسوء بأهل الإسلام. وفي هذا تأكيد تحريم الاعتداء على الآخرين في الأشهر الحرم، وإذا كان هذا مع المشركين فإنه مع المسلمين من باب أولى، فيجب على أهل الإسلام أن يكف بعضهم عن أذى بعضهم الآخر، وخصوصا في الأشهر الحرم. وفي هذه الآيات وجوب أخذ الحيطة والحذر من أعداء أهل الإسلام، كما قال: واقعدوا لهم كل مرصد، أي ارصدوا تحركاتهم وتأملوا في أفعالهم وكونوا حذرين منهم وأعدوا لهم العدة التي تكفيكم شرورهم وتحركاتهم. وفي هذه الآية أن أهل الإسلام لا بد أن يظهروا التوحيد وأن يظهروا إقامة الصلاة وأداء الزكاة، بحيث تكون بينة واضحة يشاهدها غيرهم. ولذا استعمل في هذه الأمور فعل الجمع فقال: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي هذه الآيات دلالة على أن من لم يظهر فعل الصلاة وإيتاء الزكاة فإنه حينئذ يشرع قتاله، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع المرتدين في زمانه، حيث قاتل من منع الزكاة ومنع دفعها لصاحب الولاية، أو منع أو ارتد عن دين الله جل وعلا. وقد استدل الإمام أحمد وطوائف من أهل العلم بهذه الآية
على أن تارك الصلاة يخرج من ملة الإسلام، والجمهور على أن من فعل ذلك فإنه يكون قد أقدم على فعل شنيع وذنب عظيم من أكبر الكبائر، لكنهم لا يحكمون بخروجه من دين الإسلام. ويترتب على ذلك أن من ترك الصلاة مدة سنين ثم بعد ذلك هداه الله، هل يؤمر بقضاء ما مضى أو لا؟ فعلى مذهب الإمام أحمد أنه لا يجب عليه ما قضاء ما مضى، ويرغبونه في الإكثار من نوافل الصلاة من أجل أن تعوضه ما فاته من أجور الصلوات، والجمهور على وجوب قضائه للصلوات الماضية ولو كان لسنين عديدة. والناظر في ظواهر النصوص يجد رجحان مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة لما ورد من النصوص في هذا الباب. وفي هذه في هذه الآيات التذكير بمغفرة الله جل وعلا ورحمته، بحيث يتعرض الإنسان لنفحات الرحمة ويطلب أسباب المغفرة. وفي هذه الآيات أن أمان صاحب الولاية يجب الوفاء به، فإذا أمن صاحب الولاية أحدا من الناس أو من الجماعات فيجب على جميع المسلمين أن يحترموا هذا الأمان وأن لا ينقضوه. وقد وقع خلاف بين أهل العلم، هل هذا خاص بصاحب الولاية أو أنه يشمل جميع أفراد المسلمين؟ وذلك أنه لما قال استجارك، فهنا الخطاب هل هو خطاب لكل قارئ للقرآن أو أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ولايته فيشمل كل من له ولاية في أمور المسلمين؟ والجمهور قالوا بأنه عام للجميع، وهناك من قال بأن الأفراد يؤمنون الأفراد والجماعات لا يؤمنهم إلا صاحب الولاية، واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته أم هانئ وقد أجارت بعض الناس، وقالت يا رسول الله إن ابن أمي يزعم أنه قاتل من أجرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وقولها هذا تقصد به أخاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي هذا الحديث بيان أن هذا الدين لا يتطلع إلى سفك الدماء لذات سفك الدم، وإنما يرغب إزالة الولاية التي تمنع الناس من الدخول في دين الله وتصدهم عن الاستجابة لأمر الله جل وعلا. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير. وفي هذه الآيات إشارة إلى فضيلة الدعوة إلى الله جل وعلا، وفيها أن أعظم مسائل الدعوة وطرائقها هو إيصال هذا الكتاب إلى الناس ليتمكنوا من قراءته. وفي هذه الآيات إثبات صفة الكلام
لله جل وعلا، وأنه سبحانه يتكلم بكلام على جهة الحقيقة، وأنه متى شاء تكلم سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات إثبات أن هذا القرآن كلام الله حقيقة، تكلم به على الحقيقة، وليس خلقا لله جل وعلا، بل هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات دلالة على أن هذا القرآن سواء كان مكتوبا أو كان متلوا أو كان مسموعا أو كان محفوظا، هو بعينه كلام الله جل وعلا، وبالتالي نشعر بقيمة هذا الكلام ومنزلته، مما يرغب في حفظ هذا الكلام وفي احترامه وتوقيره وعدم ابتذاله وإهانته. وفي هذا دلالة على الترغيب في سماع القرآن، وأنه طرائق، وأن سماع القرآن طريق الاستجابة لله جل وعلا، فيكون الإنسان قد حصل الأجر والثواب في ذلك. وفي هذه الآيات مشروعية أن توضع مواطن مأمونة لا يغدر فيها بأحد. وفي هذه الآيات تذكير الناس بأن الصاد عن دين الله في حقيقة الأمر جاهل غير آبه لما يأتيه من عقوبات دنيوية وأخروية. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وأسعدكم دنيا وآخرة، هيأ الله لكم كل خير. أسأل الله أن يوفقكم لليلة القدر، وأن يعينكم على قيامها، وأن يجعل قيامكم إيمانا واحتسابا. أسأل الله أن يستجيب دعواتكم، وأن يحقق أمنياتكم، وأن يجعلكم صالحين مصلحين. كما أسأل الله جل وعلا أن ينفعكم بالقرآن وأن يرفعكم به، وأسأله سبحانه أن يصلح ذراريكم وأن يبارك لكم في أموالكم وأوقاتكم، وأن يجعل العاقبة الحميدة لكم. كما أسأله سبحانه أن يغفر لأمواتكم وأن يرفع درجاتهم في جنان الخلد، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجعلهم إخوة متعاونين على الخير، متآلفين، متوادين، متحابين. وأسأله أن يتولى جميع شأنهم. كما أسأل الله جل وعلا أن ينصر المستضعفين من المسلمين، وأن يكف عنهم شر أعدائهم. اللهم يا حي يا قيوم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم سد جوعتهم وأمن خائفهم واكس عاريهم وأوي مشردهم وهيئ لهم مساكنهم وتولى جميع شأنهم، واكفهم شر عدوك وعدوهم بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم بارك فيهم، اللهم اجعلهم أسباب خير وهداية وصلاح. اللهم وفق ولاة هذه البلاد، اللهم اجعلهم من أسباب الخير والهدى، اللهم اجزهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.